جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. عزيز حكالي كل شيء. هذا الواطي هادي طلب انه يقتلني، وعزيز قال له ما فيني، وهادي رد قال له اذا ما بتعملها بقتلك مع عيلتك، ومشان هيك عزيز خطط لي حادث السير حتى يتخلص مني. يا ريتني متت بدل مرتي. يا ريت لو أنا متت. طبعاً هادي فكر أني متت وما عرف أني عايش، ومن هذاك اليوم ضميره عم يعذبه وما عم يقدر ينام مسكين. بس بالنهاية كل واحد بده يدفع الثمن. لا بقى تزعجي حالك، وحاجة تفكري تركي يعمل اللي بده إياه. بارح شرف وإجا، أنا شو بدي أعمل؟ عم حاول إنساه بس صعب، ما عم بقدر. شو نهاية كل هذا الشي؟ بدي أسس لحياة جديدة بس خايفة، وبلكي كل شي هلأ تخربط. مارال لا تخافي، مو مهم شو بيفكر هو، أصلاً أنت اللي تركتي. ما بعرف إذا كنت تركته. طيب اللي ما عم بفهمه هو كيف صار مدير لونا، لأنه ما بيفهم بهي الشغلات. والله إجا مع عدنان بيك ويبدو كتير بيحبه. برأيي في شي بيناتهم من وقت ما إجا وهادي وأسيل فايتين بميت حيط. مارال نسيلي إياهن، عم ننام ونفيق ونحن عم نحكي عن إيهاب والشركة. والله مزبوط. طيب أنا رايحة بشوفك. الله معك، سلميلي على زياد. طيب. هادي بيك صباح الخير. دقيقة بس، اليوم جابولي الكروت الجديدة، قلت لأعطيك واحد. طبعت كروت كمان؟ أنت صرت المشرف العام. يعني المدير. أنا وإنت منعرف إنه مو ممكن تصير مدير، والكل بيعرف بهالموضوع. حتى إذا بتطبع كروت ما رح تصير مدير. ممكن تكون خادعه لعدنان بيك، بس أنا ما بتمرق علي. ما فيك تخدعني، إنت ما رح تطول. أولاً وأخيراً بدك تطلع من هالباب.